هاي انا احمد. انا هاديه. احنا النهارده في كوافير وهنعمل مقلب في الزباين وهكون انا الحلاق. هعمل الزباين شعرهم واول ما يبقوا مش واخدين بالهم هبدل الفرشه بفرشه مليانه شعره وهاخدهم. بس ده بجد انت كده هيكرهوك قوي. لا ما تخافيش، ده مقلب وهقول لهم ان انا بهزر معاهم وفي الاخر هديهم كريم هيمالايا لمنع تساقط الشعر هو هيحبوني جدا. صدقني عادي لو هرس واحد في حاجه كويسه تستعمليها لشعرك. انا هتعامل معاك. خلاص خلاص اتفضلي. فين اكيد خلاص ماشي. لو احتجتي حاجه ناديني. ها تقيل وقوي. انت متخلفش ده والله. بس بصي ما شاء الله شعرك حلو قوي، فخليه بقى حلو عشان عمره ما يحصل لك الموقف ده. ويعني دي هديه صغيره عشان يعني اتفضلي ده كده هديه صغيره تعملي عشان عمره ما يحصل لك. لكل الناس اللي بتشوفنا وبيحصل لها مواقف محرجه بسبب شعرهم اللي بيقع، ما تنسوش تبعتوا لنا قصصكم وهنوريكم ازاي تحبوا وتحموا شعركم. ما تنسوش تستعملوا هاشتاج love to flaunt hair.